معهد MIT للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية طور مفهوماً وحاول نشر هذا المفهوم بجميع أنحاء العالم. هذا المفهوم هو You can do almost everything، وبمعنى أنه يشجع الشباب على تصنيع أي فكرة تأتي إلى رأسه. المعهد أنشأ معامل تسمى باسم فاب لاب ونشرها بجميع أنحاء العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط توجد 3 معامل: معمل في السعودية، ومعمل في تل أبيب، ومعمل هنا في القاهرة. أهلا ياسر. أهلا. شكرا على استضافتنا هنا في فاب لاب القاهرة. أهلا بك. ما هي الفكرة التي يقوم عليها فاب لاب، وما الذي يميزه عن غيره من المشروعات التي تشجع الشباب على الابتكار والإبداع؟ هو الفكرة في المكان باختصار ان الناس لما بتيجي هنا ما بتبقاش محتاجة تتعلم حرفة او صنعة من الاول. هو فكرة المكان كله ان هو بيخليه يرسم الكمبيوتر ويبتدي يحول البيتس للاتومز، يحول الصفر والواحد لحديد وخشب على طول بقى على افتراض لعالم واقع، مش محتاج يتعلم حاجة من الاول او يقعد يجرب سنين عشان يعرف يطلع حاجة صغيرة. اذا انتم تساعدون على نقل عالم الكمبيوتر الى عالم الواقع، كيف تقومون بذلك؟ الشغل كله بيختصر على مكن، المكن بياخد رسومات من على الكمبيوتر ويبتدي يحولها لاشياء ملموسه يقدر يتعامل معها على طول، محتاجش وقت كتير، محتاجش تصميم كتير، محتاجش مهندسين، محتاجش الحاجات اللي في الغالب بيبقى محتاجها. محمود علاء الدين طالب يبلغ من العمر 17 عاماً طور هذا الروبوت في زمن لم يتجاوز 4 ساعات. محمود، ما هو دور البلوتوث موديول أو الجزء الذي يتحكم في إشارات البلوتوث في هذا الروبوت؟ البلوتوث موديول كل اللي بيعمله أنه هو بيستقبل بيرسيف الكوماند أو الأمر اللي أنا ببعته له من الموبايل ويبعته للوحدة التحكم اللي هي اللي أنا بستخدمها دلوقتي اللي هي حاجة اسمها الأردوينو. وحدة التحكم ديت كل اللي تعملها إن هي العقل المدبر لكل حاجة، بتاخد الأوامر اللي جت عبر البلوتوث وتحولها لإشارات حركة بيبعتها للموتور كنترولر اللي هو اللي بيتحكم في الموتورز، وعن طريق الموتور كنترولر اللي هو بيتحكم في الموتور بيبعتها للموتورز المواتير عشان يمشي ترجمها الحركات، تمشي قدام ورا، يلف يمين يلف شمال، يلف على الواسع ويلف شمال على الواسع، وعن طريق وممكن بقى ساعتها يعني يتحكم يمشي في اي اتجاه على حسب ما انا ببعت له من الموبايل. طيب بالنسبه لتطوير التطبيق الذي يتحكم في هذا الروبوت، كيف يمكن ان يتم تطوير هذا التطبيق ايضا بسهوله؟ هو عبارة عن تطبيق انا عملته باللغه، تطبيق البلاتفورم الاندرويد، عملته عن طريق ويب سايت اسمه MIT App Inventor، ده تبع جامعة MIT. الموقع ده ذات نفسه بيسهل البروتوتايبنج وان انت تعمل ابلكيشن بسرعة وباحترافية عشان تتحكم في روبوتس وكده، وسهل جدا ان هو في التعامل ككل يعني. فهو كل اللي موجود عندنا هنا ان هو بينقل ان زراير التحكم قدام ورا يمين شمال، وفي النافذه اللي هي بيبقى فيها الكاميرا اللي هي اللي بيستقبل منها الارسال بتاع الفيديو الموبايل اللي موجود هنا بيستقبله هنا، وهنا في السيتنجز ازاي كونكت بالكاميرا وازاي كونكت بالروبوت ذات نفسه. الى هذه الدرجه يا محمود اصبح تطوير روبوت امرا يسيرا؟ يعني قمت بتطوير التطبيق في زمن لم يتجاوز 2 ساعة، وقمت بتطوير الروبوت ايضا في زمن لم يتجاوز 2 ساعة. هذا ربما بالنسبة لبعض الناس يمثل خيالا، ما الذي سهل عمل هذا الأمر؟ اللي سهل عمل هذا الأمر ككل يعني ان الديجيتال بروتوتايبنج وال يعني في زماننا دلوقتي بقت متطورة جدا، ان انا دلوقتي عندي مثلا بدل ما كنت هعمل الفريم دوت من الخشب هعمله حته حته، لا انا ممكن اعمله ديزاين واحطه على الليزر كاتر اللي هي اللي بتقطع بالليزر وهي تقطع للخشب زي ما انا عايز. المايكرو كنترول اللي هو وحده التحكم، زمان كان الناس عشان تبرمجها محتاجه تكلفه عاليه جدا، محتاجه وقت ومحتاجه لغه برمجه معقده، لكن دلوقتي لغه البرمجه بقت معقده، كل حاجه بقت في بورده واحده ممكن تبرمج وتشتغل منها. ودلوقتي
برضو من ناحيه السوفت وير كل حاجه بقت اسهل، كل حاجه بقت مثلا في مثلا ام اي تي انفنتور ده كل عامل زي البازل بالظبط، بيبقى في قطع مكتوب عليها كود، كل اللي انت بتعملها ان انت بتكليكها وتوصلها مع بعض، فانت تكون طلعت لنفسك ابلكيشن شغال في وقت قياسي اللي هو يعني ساعه ساعتين تكون خلصت الابلكيشن بتاعك وجربته. طب ربما يصعب على كثير من الناس فهم كيف يتم توصيل هذه الاجزاء معا، يعني الجهاز الذي يستقبل اشارات البلوتوث بالجهاز او العقل الذي يتحكم في الروبوت باكمله بالجهاز الذي يتحكم في عجلات الروبوت، كيف يمكن ان نوصل فكرة توصيل هذه الاجهزة معا الى الناس؟ هو عامة المفروض يتعلم الاول برمجة ويتعلم مبادئ في الالكترونيكس والالكترونيات ككل ووحدات التحكم الصغيره، ويتعلم من النت عشان دلوقتي النت بقت كل حاجه موجوده عليه، مفيش حاجه مش موجوده على النت. وانا عن نفسي انا حاطط طريقه عمل الروبوت ده بالتفصيل على النت مترجم بالعربي بالانجليش وكذا حاجه ثانيه. افكار ابداعيه على مختلف المستويات، من بينها استخدام الطباعه الثلاثيه الابعاد في الأغراض الطبية، ومن بينها استخدام أدوات بسيطة في عمل روبوت صغير مثل هذا، ومن بينها عمل كرسي من إطارات السيارات.